الشيخ وفقكم الله، هل الكفار لا يرون ربهم مطلقا أم ورد أنهم يرونه في المحشر؟ قيل ورد أنهم يرونه في المحشر في عرصات القيامة، لكن ليست رؤية نعيم، ما هي برؤية نعيم. أهل الجنة يرونه رؤية نعيم وإكرام، أما رؤية الكفار له في عرصات القيامة فهي رؤية غضب من الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم.